الله وبركاته كي دايرين الغزالات ديالي لاباس عليكم خوتي خواتاتي كلشي مزيان كلشي بخير نتمنى تكونوا بافضل الاحوال ان شاء الله آه. اليوم كما كتلاحظوا جيت نقدم لكم واحد الحليوه ديال الغريبه بالسميده يعني قديمه وزوينه نتمنى تنال الاعجاب ديالكم كما كتلاحظوا انا غنعطيكم المقادير عندي البيض عندي الكوك عندي سكر سنيدة يعني زلافة زلافة دابا غنديرو نديرو بزلافة ماشي بالكاس ديال العلبة عندي قريصة ديال الملحة دائما كندير شوية د الملحة كيما كنقول ليكم وزلافة ديال الزيت نباتية جوج خمارات حمرين وفانيل تنسيم فقط إلا كان الحامض حكو كالعادة كيما ديما عندي ما ظهر هذاك ما ظهر ما في العجينه نتوما غتشوفوا كي يعني غنخدم به وصافي وعندي السميده الرقيقه اللي كدير الحلويات اللي كتجي على الحلوه ماشي ديك الغليظه ديال الحرشه كما كتلاحظوا معايا وسكر كلاصي يعني حتى للتالي غدا نحتاجو نتوما غادي تشوفوا الطريقه اللي غنخدم بها غنغربلو دائما باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات في السكر ودابا غنتوكلوا على الله ونبداو بسم الله غنهرس البيض ديالي وغنخدمهم مزيان عندي سته ديال البيضات متوسطين في الحجم كما كتلاحظوا راه ليلى هي اللي كتخدم قلت ليها زيد تتعلم قلت لها زيدي ديري هذه الحليوه هذه انا كنت كنصور ليها وهي اللي كانت كتخدم كما كتلاحظوا راه يدي ليلى هادوك ايوا دابا غادي نخدموا البيض مزيان قلت لي واش تخدموها ماما بالطراب قلت لها لا غير ضربيه بيديك حسن انا كيعجبني خدمة البنات غير بيديا كنتحكم يعني في الاشياء اللي خدمتهم بيديا حسن كيجوني ودابا غنزيد على البيض سكر سنيده زلافه كما كتلاحظوا وغنبقى كنخدمها مزيان حتى نخدمهم بجوج مزيان ما تنساوش البنات التعليق ديالكم راه كتفرحني ما تنساوش عافاكم وما تنساوش تكملوا لا فيديو حتى التالي اكيد غيعجبكم هاد الحلوه راه كتجي زوينه دابا غنزيدو الزليفه ديالنا ديال الزيت بعد ما خدمنا السكر والبيض هاد الحليوات القدام زوينين يعني علمتهم ليا ماما الله يحفظها ويخليها ليا ربي هي والاب ديالي الله يحفظهم ليا يا ربي ويطول في عمرهم ويطول لكم حتى نتوما في والديكم في عمر والديكم يا ربي والدي الجامع يا رب دابا غادي نزيد قريصه كما قلت لكم ديال المليحه صافي غادي نبقى نزيد السميده ديالي شويه بشويه والبنات انا راه فرقت هذيك العجينه ديالي على جوج ديال وحده درت فيها الكوك والاخرى درتها غير بالسميده فقط هذيك فيها المذاق ديال السميده والاخرى خليتها غير غريبه عاديه وهذه غريبه ديال الكوك يعني قسمت هذه تشوفوا كيفاش جات الاولى والثانيه ملي ديما فاش ديروا شي حليوه حاولوا يعني تنوعوا فيها ماشي ديروا غير شكل اخر واحد صافي دابا راني كنخدم كتخدم ليلى هي اللي راها خدامه كتدخل مزيان المكونات في مع السميده يعني غادي تخليو هاد العجينه هادي خفيفه ماشي قاصحه باش تبقى تتحكم في الخدمه ديالها وكتجي رائعه وهشيشه كاينه اللي ما كتصدقولوش هاد البنات هاد الغريبه ديال السميده ولكن غير تبعوا الطريقه راه غتطلق لكم وغتجي زوينه ولذيذه زوينه الكاسكروت ويفطروا بها الوليدات كنبغيو نشاركو معكم داكشي اللي كنديرو دائما كما نقول لكم دائما البساطه مع زراوي ام ليلى بدون زواق بدون نفاق داكشي اللي كان كنشاركوه معكم وأكيد اكيد الخميره وفانيا كيف ما قلت لكم دابا غادي على غادي نكور انا اللي راني نخدمها ليلى غير جمعات المكونات وانا اللي نخدمها المهم كنكور على تقريبا مشماشه و كندير يديا في مظهر و كندير سكر كلاصي ها نتوما كما كتلاحظوا ها نتوما كندير السكر كلاصي و كنهزها يعني غير بالاصابع ديالي ما كنحاولش يعني نبسطها ولا نخسر لها الحجم نتاعها نعاود معكم حدا اخرى باش تفهموا شتي راها العجينة البنات يعني رطبة جارية ماشي قاصحة هانتوما حيت السميدة دغيا كتشرب حاولو تخليوها جارية وتبقاو ديرو يديكم في سك# في مزهر وديرو في السكر كلاصي هانتوما كيما كتلاحظو راه كتجي تا هاد الحليوة زوينة أنا كملت باش نطولش عليكم كملت الصينية ديالي عمرتها كلها وهاد الطريقه كيفاش كتجي هذيك هذه ديال الكوك كتجي مفقعه وزوينه من الفوق شتو كتجي يعني مختلفه وزوينه البنات وهشيشه ها انت كت يعني كي كتكي عليها كتهرس حاولوا تجربوها البنات راه زوينه وهذه اللي ما درتش فيها الكوك يعني كتبقى غريبه عاديه القديمه اللي كنا نديرو شحال هذه يديروا لنا والدينا وهذا مكان بغيت نشارك معكم هذه الحليوه هذه الزوينه نتمنى اللي جرباتها تقول لي في التعليق كي جاتها أنتم كيما شفتوا الحلوه اللي فيها الكوك يعني مبدله على الحلوى اللي على الاخرى اللي فيها اللي فيها ما فيهاش الكوك عجينة وحدة بجوج ديال المذاقات هذيك فيها المذاق نتاع الكوكو هادي فيها يعني عادي هذيك المذاق ديال الفاني والسميده صافي كيجيو زوينين للفطور وبصحتكم وراحتكم وتبارك الله عليكم الى اللقاء